شكرا لكم بزاف اولدي. نعم اولدي سولتي على المحاكمه. المحاكمه دازت في واحد الظروف جيده مزيانه، الدفاع ديالو ناقش بعض المواضيع والشكايات اللي داروا وداكشي داز مزيان، نتمنى من الله الخير ان شاء الله. دابا المشاهدين والمتابعين ديال القناه بغاو يسولوا على الصحه ديال المدينه. اولا بعدا تنشكرهم المتابعين ديال ولدي كلهم ديال المديمي، وتنشكر المشاهدين كلهم ديال المديمي، وتنقدم له واحد الشكر كثير في حقهم. وبالنسبه للصحه ديالو الحمد لله الحمد لله، كنقولوا الحمد لله على كل حال، يعني حسن من كيفاش كان، ولكن نتمنوا من الله كلشي الامور تدوز ان شاء الله بخير وعلى خير. يعني نتمنوا من الله ان شاء الله يسمعوا الله شي خبر اللي تفرحوا في صحته وتفرحوا في سميتو ديالو. سمعنا ان المديمي كيقول لك واخا يعلقوني فتح جامع الفلاح، عاودنا كيفاش هاد القضيه. تيقول لك بالنسبه للوطن ديالو، قال لك واخا ما تلقاش يديروا ماشي للحبس، ولكن الوطن وطني والملك ملكي والارض ارضي والحمد لله. يعني احنا ما عمرو عندنا شي شك في بلادنا، وما عمرو غادي يكون عندنا نهائيا ابدا. شكون هاد المتدخلين في الاطراف هاد الميدان؟ اش بغيت نقول لك اولدي، المتدخلين راه كلشي كادو في السوشيال ميديا، انتم عارفين هاد الشيء احسن مني انايا، وكنحتسب فيهم الله. يعني لا دوك اللي كيتذكروا ولا دوك اللي تيكونوا معنا في الجلسه من اولها حتى الغد ديال النهار، يعني راه هادشي كله باين. ولكن اش بغيت نقول لك، الايام ان شاء الله راه قادمه ان شاء الله غادي تبين شكون. شو رساله للجمهور ديال الجمهور ديال اللي متضامن مع المديمي؟ الله يجزيهم بخير فهاد العواشر، حقاش يوقفوا مع كلمه الحق، ماشي يوقفوا مع المديمي كشخص، وقفوا مع الحق. إن قال لك الحق يعلى ولا يعلى عليه، الله تبارك وتعالى دائما منصر الحق، ماشي المديمي. المديمي راه شخص عادي، لو كان داير شي ظلم ولا داير شي حاجه عادي تكرهم عند الله سبحانه وتعالى، هو ما عادش يحبوا هذا البشر كله، هو على حقيقتش معاه. كنقولوا الله تبارك وتعالى دائما مع الحق وتنصر الحق، هادشي اللي كنقولوا. هذا ولدي الملف اللي فرق على القضيه، هو سبب، هو حمزه بن بوبي، هو سبب ديال هادشي كله، هو على ما عرفت، هذا هو السبب ديال هادشي كله. هو اما محمد المديمي ما عمرو الكوميساريه ما عمر بات فيها، ولا عمرو عنده شي اعداء، ولا عنده شي قضيه اللي. المهم هو التخصص ديالو كتعرفوا فاش خدامين في سميتو، ولكن انا ما عمر بان كان عنده شي قضيه اللي متابع فيها حتى نهار اللي هذا الشيء كله هو راه، وانتم كتعرفوا اللي سميتو اللي من تما تجبدات قضيه تبع قضيه. ولكن اللي ضرنا كلها هي ما الشيء كله هو، حنا يديروا مليون شكايه المديمي قادر بها قدر بها الله سبحانه وتعالى، هو ولكن اللي ضرنا هو هادي باش طعنوا في وطنه، راه لا سماحه ولا غفران طال عند الله سبحانه وتعالى، هو اللي كان سبب في هذا الشيء كله، هو ما كنسمحوش ليه. ولكن من القدره الالهيه ربما يكون فيها خير، على حقيقه التاجيل اللي تاجل رمضان واش هالغفران، وما تعرف الا حب الله هذاك المديمي، الله يجعل له مغفره الذنوب كاع الشيء اللي كله، هو الله يجعل له مغفره الذنوب، ربما يكون فيها خير، ما عرفناش اشنا هو، حيت عساكم تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعساكم تحبوا شيئا وهو شر لكم. ونتمنى من الله الخير اولدي، نتمنى من الله الخير. محمد المديمي كاين في واحد الإيد أمينة ديال الدفاع ديالو، إيد أمينة أنا مطمئنة عليه، ولا يسيبنا الله إلا ما كتب الله لنا، هادشي اللي بغيت نقول لك أولدي. شكرا لكم بزاف. بزاف أولدي، لا أنا لا عائلتي كلها هي ولا حتى هويا، تايقين فيهم ودايرين المجهود ديالهم، وحنا كنشوفوهم كنحضروا معاهم في الجلسات. أنا راه محمد المديمي ما عمرني شفتو مدة 6 شهور، حتى دخل الدفاع ديال هذا الدفاع الأستاذ زهراش الله يكثر خيره، عاد أنا وليت كنحضر بعدا الجلسات ديال ولدي. أما كنت نبقى في المحكمة النهار كله ما كان عارف أشنو، ولكن الحمد لله الحمد لله ربي تبارك وتعالى تيشوف وتينظر من حال المظلوم، والظالم الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي بغيت نقول لك أولدي هو هذا. متنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.